ما هو أهم عامل لإنجاز المشاريع بنجاح؟ هل هو العمل وفقاً للميزانية وموعد التسليم؟ هل هو استخدام أحدث التقنيات؟ أهم عامل لإنجاز المشاريع بنجاح هو أنتم. بدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالعمل سعياً إلى توفير مصدر آمن وموثوق لإنتاج الكهرباء، واليوم بفضل جهود فريقنا تنمو مؤسستنا إلى أحد المؤسسات الرائدة في الإمارات، حيث تعدت نسبة التوطين 70%. ماذا تنتظرون؟ انضموا إلينا اليوم.